السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة بتاعت النهاردة هنخش في نظام المخزون أو أنظمة المخازن. من أنظمة المخازن هنخش في نظام إدارة المخازن. أول حاجة هنبدأ بيها تهيئة المخزون بشاشة متغيرات المخزون. طبعا شاشة متغيرات المخزون دي تعتبر من أهم شاشات نظام إدارة المخازن، لأن هي فيها متغيرات كتير. المتغيرات ديت بتخدم سياسات المنشأة في إدارة أصنافها ومخازنها وما إلى ذلك. وبنهيئ المتغيرات ديت من خلال هذه الشاشة، شاشة متغيرات المخزون. أول حاجة علشان نعمل عمليات اختيار وتغيير الأصناف للأسف المتغيرات، هنا في هذه الشاشة بندوس على زرار تعديل عشان يسمح لنا ان احنا نعدل على الاختيارات والمتغيرات في هذه الشاشة. اول خانة عندي هي خانة طول رقم الصنف. المقصود بيها ان احنا تحديد ترقيم الصنف، عدد الديجيتس او الخانات اللي هكتب فيها رقم الصنف. بعد كده في شاشة في حقل نوع رقم الصنف. إذا دوسنا على السهم هنا هنلاقي في نوع رقم الصنف رقمي ورقمي حرفي. رقمي يبقى أنا هدخل رقم الصنف هيكون عبارة عن أرقام فقط. رقمي حرفي هقدر أدخل حروف كمان مع الأرقام في رقم الصنف. طبعا خانة طول رقم الصنف ونوع رقم الصنف لا يمكن تعديلهم في حالة إدخال بيانات أصناف في على نظام المخازن. بعد كده في خانة إظهار التاريخ أو حقل إظهار التاريخ. في المتغيرات الثلاثة أو الاختيارات الثلاثة آلي يمكن تعديله، وده النظام بيعرض لنا التاريخ للعملية اللي احنا بنقوم بيها آليا، ولكن المستخدم أو احنا نقدر نعدله يعني. بعد كده يدوي. الاختيار يدويا هنا احنا بندخل التاريخ بشكل مانيوال او بشكل يدوي يعني. بعد كده الاختيار الثالث آلي لا يمكن تعديله. هنا النظام بيعرض لنا تاريخ المستند، ولكن احنا ما نقدرش نعدل على هذا التاريخ. بعد كده في كمان تسلسل الوثيقة. هنا حقل تسلسل الوثيقة في نفس المتغير، نفس الاختيارات الموجودة في إظهار التاريخ، إن هو آلي يمكن تعديله، أي إن النظام أو السيستم هيطلع لنا أو هيحط لنا يعرض لنا يعني الرقم المسلسل أو التسلسل بتاع الوثيقة أو العملية اللي إحنا بنعملها بشكل آلي، لكن إحنا ما نقدر نعدل فيه يدويا. إحنا هندخل هنا الرقم يدوي آلي لا يمكن تعديله، النظام هيدخله لنا وإحنا مش هنقدر نعدل فيه. بعد كده هنا في تشيك بوكس ديت او المتغير دوت السماح باستخدام ارقام المستندات المحذوفه. اذا علمت على هذا المتغير او فعلته، هنا النظام هيستخدم ارقام المستندات اللي اتحذفت، ولو ما علمتش عليه مش هيسمح لي ان انا استخدم ارقام المستندات اللي اتحذفت. كمان هنا في الحقل بتاع طريقة ترحيل المخزون. هنلاقي لما بندوس على السهم هنا في اختيارين، حسب مجموعات الأصناف أو حسب مجموعات المخازن. في الطريقة الأولى حسب مجموعات الأصناف، هنا بيتم ربط المخزون بالحسابات حسب مجموعة الصنف، بياخد متوسط حساب الصنف. فكل صنف وكل آسف الأصناف بيبقى ليها متوسط واحد في جميع المخازن. أما بالطريقة التانية هنا حسب مجموعات المخازن، بيشتغل بيربط المخزون بالحسابات حسب مجموعات المخازن اللي احنا هنعملها بعد كده في تهيئة المخازن أو في تهيئة المخزون. وهنا بيشتغل على متوسط الصنف والمخزن أو متوسط الصنف في مجموعة أو مع مجموعة المخازن، وطبعا حسب سياسة الشركة وطريقة شغلها. بعد كده هنا في الحقل دوت بتاع طريقة حساب التكاليف. لما ندوس على السهم بيظهر لنا هنا متغيرين أو اختيارين. الاختيار الأول الوارد أولا يصرف أولا، وبعد كده المتوسط المرجح. الوارد أولا يصرف أولا اللي هي طريقة الفايفو
واللي بيعبر لنا عنها الشكل التالي. هنا دي طريقة الفايفو زي ما احنا شايفين هنا، في حال مثلا ان كان الوارد من المشتريات في تاريخ 2/5، اسف، كان رصيد اول المدة في 1/1 من صنف معين، الكمية بتاعته 800 وكانت تكلفة الوحدة بتاعته 40، يبقى اجمالي التكلفة 32,000. اذا ضفنا مشتريات في تاريخ 2/5 مثلا، وجبنا اشترينا 600 وحدة من الصنف دوت، وكانت تكلفة الوحدة 50 جنيه، يبقى إجمالي التكلفة بتاعتنا 30,000. في 3/7 عملت صرف من هذا الصنف على المبيعات، فصرفنا 400 وحدة في حالة المنصرف أولا، الوارد أولا يصرف أولا، 400 وحدة هيجوا من 800 بتوع أول الرصيد أو اللي دخلوا قبل في الأول، يعني في التاريخ الأول، وهياخدهم بالتكلفة الأولى اللي دخلت الأول اللي هم 40 جنيه، يبقى 400 في 40 ب 16,000 جنيه، ويبقى عندي في رصيد هذا الصنف 400 وحدة تكلفة الوحدة فيهم 40 جنيه ب 16,000 جنيه، و 600 وحدة تكلفتهم 50 جنيه ب 30,000 جنيه. دي طريقة الفايفو أو الوارد أولا يصرف أولا. أما في المتغير الثاني أو الاختيار الثاني اللي هو متوسط المرجح أو الأفريج، لما بختار المتوسط المرجح هشتغل على الطريقة اللي بيوضحها الشكل دوت. في حال إن أنا كان رصيد أول مدة عندي 800 وحدة، تكلفة الوحدة 40 جنيه، إجمالي التكلفة 32,000 جنيه، بعد كده حصل مشتريات ل 600 وحدة ب 50 جنيه، يبقى 30,000 جنيه. لما حبيت أعمل مبيعات ل 400 وحدة فصرفت 400 وحدة من هذا الصنف، أخذ المتوسط لتكلفة هذا الصنف اللي هم 44 جنيه و29 من 100 بتكلفة إجمالية ل 400 وحدة 17,716 جنيه، والمتبقي من هذا الصنف 1,000 وحدة بتكلفة بمتوسط التكلفة بتاعهم اللي هو ال 44 جنيه و29 جنيه، بإجمالي تكلفة 44,290 جنيه. هو هنا ببساطة شديدة أخذ التكلفة الأولى مع التكلفة الثانية 32,000 مع 30,000 62,000، وقسمهم على إجمالي العدد اللي هم 800 مع ال 600 اللي هم 1,400، فأنتج لنا إن تكلفة الوحدة الواحدة منهم 44,29 من 100. دي ببساطة فكرة الوارد أولا يصرف أولا أو المتوسط المرجح، وعلى حسب طريقة عمل الشركة أو النشاط، طبيعة النشاط اللي الشركة بتشتغل بيه، هنختار المتغير دوت. في حال إن إحنا اخترنا النوع متوسط مرجح، إذا غيرنا هنا الوارد أولا يصرف أولا، هنلاقي في مقابلها هنا الناحية التانية مفيش أي متغيرات أو اختيارات، لكن لو اخترنا المتوسط المرجح هنلاقي في مقابلها هنا الناحية التانية نوع المتوسط المرجح حسب الصنف. يعني هنستخدم هذه الطريقة إن أنا أرحل التكلفة أو متوسط التكلفة اللي اتحسب حسب مجموعة الأصناف، هتبقى موحدة للصنف في كل المخازن. يعني هنشتغل على متوسط تكلفة الصنف سواء كان الصنف ده في مخزن ألف أو بيه أو جيم أو أيا كان المخزن اللي هو موجود فيه، ولو حبينا نغيرها هتبقى حسب الصنف والمخزن أو حسب الصنف ومجموعة المخازن، وهتتغير طبعا هنا متوسط التكلفة حسب مجموعة المخازن. بعد كده تسلسل أوامر التوريد المخزنية، لو دوسنا على السهم الجنبي هنا هنلاقي ثلاث أربع اختيارات، تراكمي وحسب المخزن وحسب النوع وحسب النوع والمخزن. تراكمي يعني هو هيعمل لي تسلسل أوامر التوريد هيولدها السيستم أو هيعرضها لنا السيستم بشكل متتالي لكل أوامر التوريد. حسب المخزن هنا النظام هيجنريت أو هيعرض لكل نظام لكل مخزن
كل أمر توريد داخل في مخزن معين، رقم تسلسل أوامر توريد الخاص بهذا المخزن. بعد كده حسب النوع، هنا إذا أدخلنا أوامر أنواع لأوامر التوريد في فالسيستم هيدخل لنا، واخترنا في التهيئة هنا إن التسلسل بتاع أوامر التوريد يكون حسب النوع، السيستم هيولد لنا أرقام تسلسلية لكل نوع من أنواع أوامر التوريد حسب النوع والمخزن. السيستم هيعمل لنا جنريت لتسلسل أوامر التوريد حسب النوع والمخزن مع بعض. بعد كده في تسلسل أوامر الصرف المخزنية، نفس الفكرة، تراكمي حسب المخزن، حسب النوع، حسب النوع والمخزن. بعد كده تسلسل التحويلات المخزنية، هنلاقي فيها نفس الأربع اختيارات، تراكمي وحسب النوع وحسب المخزن وحسب النوع والمخزن. بعد كده تسلسل الطلبات المخزنية مقابلة هنا الناحية التانية، أيوة، تسلسل الطلبات المخزنية هنلاقي فيها برضو الأربع متغيرات، ويفضل إن إحنا نوحد السياسة بتاعتنا أو كما يتراءى للمنشأة على حسب سياستها في إدارة المخزون بتاعها. بعد كده في تسلسل الجرد المخزني حسب النوع ولا حسب ولا تراكمي. إذا أنا مدخل أنواع للجرد هيجيب لي لكل نوع تسلسل، أو تراكمي يبقى هيجيبهم لي بشكل متسلسل ورا بعض. بعد كده هنا في تسعيرة الأصناف، وفي تسعيرة الأصناف هنا هنلاقي في 5 اختيارات بيوفرهم لنا السيستم أو مبرمج عليهم. أول نوع حسب الصنف، يبقى هنا النظام هيوحد تسعيرة واحدة للصنف على كل المخازن، في كل المخازن اللي هو موجود فيها حسب الصنف والمخزن. هنا هيبقى في تغير لسعر الصنف من مخزن لآخر على حسب المخزن اللي هو موجود فيه، يعني هيبقى فيه تسعيرة للصنف على مستوى كل مخزن. بعد كده حسب الصنف والكمية، هنا هيحدد النظام التسعيرة على حسب شرائح الكميات الأصناف اللي هنبيعها، علشان يبقى لكل كمية تسعيرة معينة. فممكن نخرج مثلا من المخزن الأول من 1 مثلا لغاية 20، دي يبقى ليها تسعيرة معينة، والشريحة التانية في المخزن التاني وهكذا. بعد كده حسب الصنف والمخزن والكمية، هنا احنا هنشتغل على الصنف والكمية حسب المخزن، آسف، هنا هيبقى الكمية على حسب المخزن، فأنا هحدد كميات معينة تخرج من المخازن، والكميات دي هيكون ليها تسعيرة حسب الصنف والكمية، يبقى على حسب الكمية هيكون لكل كمية تسعيرة. فمن الكمية مثلا 1 لغاية الكمية 10 دي هتكون التسعيرة الأولى، من الكمية 10 للكمية، من كمية 11 للكمية 20 دي هتكون التسعيرة الثانية وهكذا. لكن في حسب الصنف والمخزن والكمية، يبقى كمان هخلي المخازن الكميات تخرج من مخازن معينة، فالكمية الأولى اللي هي مثلا أو التسعيرة الأولى الخاصة بالكمية من 1 لـ10 هتكون من المخزن الأولاني، التسعيرة الثانية الخاصة من 11 لـ20 هتخرج من المخزن الثاني وهكذا. حسب الصنف والفرع، هنا النظام هيحدد لنا تسعيرة للصنف حسب الفرع، عشان يقدر كل فرع يحط تسعيرة مستقلة عن الفرع الآخر. وطبعا هنا المتغير حسب ما يتراءى لنشاط المنشأة وسياستها المالية في إدارة المخزون بتاعها. بعد كده هنلاقي هنا تعدد المراكز في أوامر التوريد، والمقصود بها هنا مراكز التكلفة في أوامر التوريد. هنلاقي فيها 3 اختيارات، غير مستخدم ووحيد ومتعدد، وهيشرحوا لنا الشكل دوت، أو هيوضحوا لنا أكتر من خلال الشكل دوت. فهنا أول اختيار غير مستخدم، هنلاقي إن هنا تحت كلمة تكاليف الأصناف مفيش أي وجود لخانة أقدر أحط فيها مركز تكلفة. بعد كده في الاختيار الثاني اللي هو مركز تكلفة وحيد،
هنلاقي ان تحت كلمة تكليف الاصناف هنا حط لي حقل اقدر احط فيه مركز تكلفة عن الاصناف اللي هتبقى موجودة عندي تحت كلها. بعد كده في مركز تكلفة المتعدد شال المركز الوحيد وحطه لي وخلاني اشتغل على كل صنف لوحده يكون قدامه، خلي في مركز تكلفة اقدر اغير مراكز التكلفة هنا تبقى متغيرة مش زي بعضها. فهنا هنقول تعدد مراكز التكلفة في أوامر التوريد ممكن تبقى غير مستخدم أو واحد أو متعدد على حسب سياسة الشركة طبعا. هنخليها مثلا متعدد. تعدد المراكز في أوامر الصرف نفس الفكرة بتاعة أوامر التوريد. نفس الفكرة بتاعت أوامر التوريد غير مستخدم ووحيد ومتعدد. هنا استخدام المراكز في التحويلات المخزنية برضو غير مستخدم ووحيد ومتعدد. تعدد المراكز في التسويات المخزنية غير مستخدم ووحيد ومتعدد، يا إما مش هستخدم مراكز تكلفة أو هيكون مركز وحيد وكل العملية هتشتغل على رقم المركز دوت، أو هيكون متعدد فأقدر أحطه قدام كل صنف مركز تكلفة مختلف عن الصنف اللي قبله. بعد كده في استخدام المشاريع في أوامر التوريد تشتغل بنفس فكرة مراكز التكلفة إن هي فيها الاختيارات برضو غير مستخدم وحيد ومتعدد. ففي حالة إن أنا عايز مش عايز أستخدم مشاريع خالص في أوامر التوريد هختار متغير غير مستخدم. في حالة إن أنا عايز أحط مشروع واحد في أمر التوريد وهخلي هنا أمر التوريد يكون كل الأصناف اللي فيه خارجة لمشروع واحد فهختار وحيد. إذا عايز أحط قدام كل صنف مشروع معين هيصرف عليه هذا الصنف، آسف هيتورد له هذا الصنف أو الصنف ده هيورد للمخزن عشان مشروع معين فهحط هنا متعدد. وكذلك في استخدام المشاريع في أوامر الصرف واستخدام المشاريع في التحويلات واستخدام المشاريع في التسويات المخزنية. كمان استخدام الأنشطة بتشتغل بنفس الفكرة، هل هو غير مستخدم ولا وحيد ولا متعدد في أوامر التوريد، وكذلك الأنشطة في أوامر الصرف وكذلك الأنشطة في التحويلات غير مستخدم ولا وحيد ولا متعدد، وكذلك في التسويات المخزنية. وبكده أنا بقدر أحدد بسهولة السياسة اللي تناسب طبيعة شغلي كمنشأة. أنا عايز أشتغل على مركز وحيد أو مشروع وحيد أو نشاط وحيد، أو هعملهم بشكل متعدد قدام كل صنف يكون في مركز تكلفة أو مشروع أو نشاط. بعد كده هنا في حد الطلب، وحد الطلب هنا في ثلاث متغيرات أو ثلاث اختيارات. أول اختيار فيهم حسب الصنف، هنا حسب الصنف يبقى هيشتغل على الصنف في الشركة ككل، بمعنى إن السيستم هيعمل لي تنبيه لما الصنف دوت يوصل للحد للمينيمم ليميت المسموح بوجوده بيه في المخازن، هينبهني السيستم إن أنا لازم أعمل عملية توريد للصنف دوت وأدخل كميات جديدة عن طريق الشراء. بعد كده من المخزن هنا حسب الصنف آسف والمخزن هنا السيستم هينبهني أو هيشتغل على حد الطلب، هيراقب حد الطلب يعني هيراقب كمية الصنف الموجودة على حسب كل مخزن على حدة. وهنا ممكن أعمل يعني أدخل أصناف أدخل الصنف دوت تاني عن طريق الشراء أو عن طريق التحويلات المخزنية، وكذلك حسب الصنف والفرع على حسب ما يتراءى للمنشأة هتشتغل على حد الطلب ازاي، عايزين السيستم ينبهنا ازاي لحد الطلب بتاعنا.
بعد كده في المتغير هنا بتاع تعدد المخازن، وهنا انا بسمح او بطلب من السيستم ان هو يعمل لي تعدد في المخازن على حسب انا هقدر احول من كذا مخزن لمخزن واحد او من مخزن واحد لكذا مخزن. بعد كده هنا في تعدد المخازن، وتعدد المخازن هنا لو ما اخترتش المتغير دوت هيبقى في مخزن وحيد هتشتغل عليه الشركة على مستوى النظام كله، ولو علمت عليه هيبقى هيسمح لي ان انا اضيف مخازن تانية ويبقى عندي تعدد مخازن على حسب نشاط المنشأة بتاعتي. بعد كده هنا في استخدام الصنف المركب، لما بعلم على المتغير دوت بيسمح لي السيستم ان انا اتعامل مع الاصناف المركبة، ان انا استخدم اصناف موجودة عندي في المخزن الاعلى ان انا اعمل منها اصناف مركبة واقدر ادخلها في العمليات. بعد كده في هنا المتغير عدم انزال الاصناف المسعرة عند انزال اصناف وثيقة معينة الى التسعيرة. لما بفعل المتغير دوت النظام على طول بيشتغل ان هو ينزل الاصناف من اوامر التوريد او من فاتورة المشتريات لشاشة التسعيرة، ويستثني منها الاصناف اللي كانت مسعرة قبل كده. بعد كده في عرض عبوة الصنف، هنا المقصود بعبوة صنف الوحدة الاصغر قياساً من اللي بيتكون منها الصنف، وبتظهر لي العبوة ديت كبيان في شاشات النظام اللي بتتضمن وحدة قياس أصغر للصنف. بعد كده في استخدام تحويل مخزني متعدد، بان انا اعلم علامه صح فيها عند هذا المتغير يبقى انا كده بسمح بخلي السيستم يسمح لي ان انا احول من مخزن واحد لكذا مخزن او احول من كذا مخزن الى مخزن واحد، يعني بستخدم هنا تعدد المخازن في التحويل. بعد كده ربط الانشطه بالمخازن والمراكز، هنا لما بربط الانشطه بالمخازن والمراكز فهيظهر لي الشاشة في شاشة أنشطة الأصناف، هقدر أربط منها هذه الأنشطة بالمخازن والمراكز بتاعتها، وده هيؤدي إلى تسهيل طبعا عمليات نظام المخازن، لأن هو هيظهر لي البيانات الأساسية اللي هي مراكز التكلفة المشروعات والأنشطة بشكل آلي، بمجرد إن أنا أعمل حفظ في الحقول المخصصة في البيانات التفصيلية في شاشة العمليات. بعد كده اعتماد السعر الافتراضي لكل مستويات التسعيرة في بيانات الأصناف. لما بفعل المتغير ده النظام بيعمم السعر الافتراضي على مستويات التسعيرة، وبيعرض لي السعر الافتراضي للصنف في فاتورة المبيعات، لكن بشرط عدم تفعيل إدخال الأسعار يدويا من شاشة صلاحيات العمليات في إدارة النظام. يعني أنا لو فعلت المتغير إن أنا أدخل أسعار يدوية من شاشة إدارة في شاشات صلاحية العمليات في إدارة النظام، هنا مش هقدر السيستم مش هيقدر يوحد لي السعر الافتراضي على كل مستويات التسعيرة، لكن ما لو ما فعلتوش هيسمح لي إن أنا أعمم أو السيستم هيعمم السعر الافتراضي لكل مستويات التسعيرة بشكل آلي. بعد كده اعتماد باركودات أرقام الأصناف، نفس أرقام الدفعات، يبقى هنا الباركود هيبقى رقم الصنف، آسف، هيكون نفس رقم الدفعة اللي جاية من المورد. بعد كده اعتماد باركودات الأصناف نفس الأرقام التسلسلية، بكده أنا هخلي إن الباركود هو نفس الرقم المسلسل للصنف. الربط مع الأستاذ العام
بالمتغير دوت انا بربط النظام المخازن بالحسابات علشان نقدر نحسب تكلفة المبيعات اول باول، وده طبعا في طريقة الجرد السنوي. بعد كده هنا في انشاء قيد تكاليف المبيعات اللي من خلال الربط بالاستاذ العام بيقدر السيستم يكون لي قيد تكاليف المبيعات. لسه نقول من اشرنا دلوقتي الى ان هو بيراقب لي تكلفه المبيعات اول باول، فالقيد دوت ببساطه شديده هيولد لي قيد بيقول مثلا من حساب تكلفه البضاعه المباعه الى حساب المخزون، فبيقلل لي المخزون بقيمه او بتكلفه البضاعه المباعه. اما لو ما فعلتش المتغير دوت او الاختيار دوت فهيبقى في عدم رقابة على تكاليف البضاعة المباعة. تعدد المخازن، بعد كده في تعدد المخازن في اوامر الصرف. لما بفعل المتغير دوت النظام بيسمح بصرف الاصناف من مخازن متعددة في امر صرف واحد، وبيتم طبعا تحديد المخزن على مستوى كل صنف اتصرف من اي مخزن. تثبيت القالب، هنا يعني تثبيت القالب اذا فعلتها فالسيستم في العمليات بيثبت لي البيانات اللي انا بحطها زي التاريخ وما الى ذلك في العمليه التاليه، بشرط ان انا بس ما اخرجش من الشاشه اللي انا شغال عليها. استخدام الأرقام التسلسلية، هنا بتفعيل المتغير دوت بيسمح السيستم بنسمح للسيستم إن هو يراقب الأرقام التسلسلية ويعمل رقابة على كل وحدة في الصنف تمييزا برقم التسلسل بتاعه. وزي ما احنا شفنا لما بنختار هنا وبنفعل الأرقام التسلسلية، هنا على طول اتفعلت اعتماد بركودات الأصناف نفس رقم الأرقام التسلسلية. تفعيل الأرقام التسلسلية للأصناف الخدمية بتفعيل المتغير دوت هيولد لي تسلسل جديد للأصناف الخدمية. إذا كانت عندي سلع، إذا كانت المنشأة عندي بتقدم سلع وخدمات، ففي الحالة ديت هيفصل لي السيستم بين تسلسلين للأصناف، تسلسل للأصناف السلعية وتسلسل للأصناف الخدمية. بعد كده هنا ربط المجموعات الفرعية بالمجموعات الرئيسية. طبعا فكرة ربط المجموعات كلها هنا، ربط المجموعات الفرعية بالمجموعات الرئيسية، ربط المجموعات الفرعية تحت الفرعية، ربط المجموعات المساعدة بالمجموعات، ربط المجموعة التفصيلية بالمجموعات. كل روابط المجموعات ديت بتدينا ميزة تفرع المجموعات الفرعية من الرئيسية والتحت الفرعية من الفرعية وما إلى ذلك، وصولا إلى المجموعات التفصيلية والمساعدة. ومن خلالها نقدر نستعرض طريقة الربط ديت في شاشات المجموعات في مدخلات النظام لما هنيجي نكريت هذه المجموعات او نعمل هذه المجموعات في مدخلات نظام المخازن. هنا في المتغير استخدام الصنف البديل، المتغير دوت بيفتح حقل او يعني فيلد جديد في شاشة بيانات الأصناف المخزنية اللي من خلاله بقدر أضيف صنف بديل عن الصنف اللي انا بكريته. طبعا اذا كان مثلا النشاط بتاعي نشاط فيه زي نشاط الادويه، شركات الادويه ما الى ذلك، فهم بيستخدموا الصنف البديل طبعا. وطبعا كل المتغيرات زي ما قلنا على حسب نشاط المنشاه وسياستها. اظهار مواصفات الصنف، لما بعلم على اظهار مواصفات الصنف او بفعل المتغير دوت فبيظهر لي في التقارير مثلا زي تقرير ال فاتورة المبيعات كلومن أو عمود اسمه مواصفات الصنف، بقدر أضيف فيه أي مواصفات أنا عايز أحطها. بعد كده تعدد المخازن في أوامر التوريد، لما بعلم على المتغير دوت
النظام بيسمح بتوريد البضاعة لمخازن متعددة أكتر من مخزن في نفس أمر التوريد، وبيتم التوريد للمخازن. طبعا بيتم تحديد المخازن في أمر التوريد قدام كل صنف هو رايح أنهي مخزن. بكده إحنا خلصنا أول تبويب في متغيرات المخزون. أتمنى المحاضرة تكون كانت سهلة وبسيطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.